كما نظمت وزارة الصحة العامة يوما توعويا حول كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة من المصابين بمرض السيلة وتقديم الخدمات الصحية المجانية لهم. التفاصيل لدى منى حسن سكايا. يعد مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة من الأمراض المستعصية للجميع، لذا قررت الحكومة وشركائها بالمضي قدما لأجل استئصال المرضى وللحد من انتشار هذا الداء الفتاك. بهذا الخصوص فقد قامت وزارة الصحة العامة لأجل كشف حالات المستعصية لأطفال المصابين بمرض السيدة وإجراء الفحوصات وتحديد حالات الإصابة في ذلك بعقد يوم توعوي وتشاوري حول كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة خاصة المصابين منهم، وكذلك وضع خطط إجراء فحوصات للنساء الحوامل ومراجعة أوضاع الصحية لهن. والهدف من هذا البرنامج هو تقوية القدرات لدى عمال الصحة حول مكافحة مرض المناعة المكتسبة. في كلمتها بهذه المناسبة المكلفة بشؤون الأطفال المصابين بمرض السيدة تورتا جوزيفين، حيث أكدت في حديثها أن هذا البرنامج يساعد الحكومة في تسهيل وتوفير علاجات للأطفال المصابين وتحسين طرق الخدمات العلاجية بالمجان، وناشد الجميع على البذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال. ونذكر أن هذا المرض من ضمن الأمراض المنتشرة في القارة الإفريقية على وجه التحديد، لذا ترتفي معدل الوفيات والعمل على التخليص في نسبة الإصابة.